حسين الشحات يا جماعة إن شاء الله هو يعني خلاص عمل مسحة كورونا قبل خضوع للتأهيل في خلاص في المباريات، تمهيدا لانتظامه في أداء البرنامج التأهيلي الخاص به بمقر النادي بعد ما عمل عملية الفتاء. حسين الشحات طبعا نجم كبير في الأهلي، عمل النهاردة مسحة لفيروس كورونا، بيحاول الجهاز الفني دلوقتي أنه يجهزه لموقعة الوداد المغربي إن شاء الله يوم 26 سبتمبر اللي جاي في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا زي ما حضراتكم عارفين. طبعا حسين الشحات الفريق محتاجه في الفترة اللي جاية، والنهاردة بدأ البرنامج التأهيلي له بمجرد ما ظهرت النتيجة المسحة، مسحة كورونا السلبية، إن شاء الله هيشارك في التمارين. في الوقت ده كمان يمكن الجهاز الفني وضع برنامج مخصوص لتجهيز اللاعب في أسرع وقت، وده وفق تعليمات فايلر المدير الفني للفريق. طبعا حسين الشحات من اللعيبة المميزة جدا. عندنا غيابات، وخاصة شفنا الغيابات دي اتأثرت بشكل أو بآخر في مباراة نادي الزمالك، لكن عودة حسين الشحات، عودة أحمد الشيخ، عودة كهربا بعد التوقف إن شاء الله، ده كل ديت أسلحة، والنادي الأهلي بيستعيد أسلحته مرة تانية.